معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق للنادي الاهلي. دكتور سعد، اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير يا كابتن عدلي، ومساء الخير على المشاهدين الكرام لقناه النادي الاهلي. مساء النور يا دكتور. عليك وموفق دايما ان شاء الله. الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل في موضوع في موضوع الملابس، احكي لنا يعني كده. الحقيقه انا في الاول عايز اكد على الكلام اللي حضراتكم ذكرتوه، ان كان في حاله من القلق بتنتاب جمهور النادي الاهلي نتيجه لبعض الممارسات اللي تمت اثناء الموسم ما بدا. ايوه. وعقود كانت قائمه، وده في الحقيقه اي نادي مش علامته التجاريه كبيره يتعرض لهزه عنيفه بالاوضاع دي. حضراتكم عارفين ان احنا تقريبا بنفنش على داخلين على نهايه نص موسم، يعني النهارده شهر واحد داخلين على نهايه نص موسم، فانت بتتكلم على نص موسم انتهى وفرقه كان عندها لبس وكان عندها شغل. اذا كان في حاله من القلق الجمهور كان فعلا محق فيها، لكن احنا الجمهور بيجب ان هو يطمن ان علامه النادي الاهلي التجاريه علامه قويه جدا. ده المدخل اللي انا عايز الجمهور يبقى واعي له مركز فيه. النهارده شركه امبرو دي اصلا موجوده في 100 دوله، 100 دوله موجوده فيها، 100 دوله على مستوى العالم العلامه التجاريه دي موجوده في 100 دوله. ده اول حاجه مهمه جدا عشان الناس تتاكد يعني ايه نادي اهلي، ويعني ايه علامه تجاريه نادي الاهلي، ويعني ايه كره القدم فريق النادي الاهلي لما يرتدي علامه تجاريه، ايه يقدر يقدمه للعلامه التجاريه دي. دي واحد. اثنين، انت النهارده الفرقه اللي علامه التجاريه اللي احنا النهارده كنا بنتفاوض معاها وكنا بنخلص الاجراءات القانونيه تمهيدا للعرض على مجلس الاداره الموقر، احنا النهارده الفرقه العلامه دي بتلبس 130 نادي، منهم مجموعه في الثلاثه من الخمسه اللي هم الدوريات الكبرى. الالمان عندك شالكا نول فير، شالكا نول فير ده واحد من اكبر الانديه الالمانيه، وانت بتتكلم على المانيا لازم تبقى عارف ان هي معقل الملابس الرياضيه، يعني اكبر شركه في العالم في الملابس الرياضيه موجوده في المانيا. فالنهارده شركه امباحمو ده بيعزز حاجتين مهمين جدا كان جمهور النادي الاهلي عايز يشوفهم، جوده ملابس النادي الاهلي، وان هناك علامه تجاريه كبيره شريكة للنادي الأهلي في نجاحاته داخل القارة الأفريقية موجودة. فالنقطتين دولت يعني لازم الناس تاخدهم بعين الاعتبار. نيجي بنفسه تفاصيله اللي هي هتتعرض على مجلس الإدارة. في الحقيقة احنا خدنا مجموعة من المميزات كل يوم بتثبت وتؤكد أن النادي الأهلي هو أكبر نادي في القارة الأفريقية وأكبر نادي في الشرق الأوسط من حيث قيمة علامته التجارية. من حيث قيمة علامته التجارية احنا يعني عندنا مجموعة من الضمانات المالية لتوريد ملابس بقيمة مالية اعتقد هي الاكبر على الاطلاق، وخصوصا ان القيمة المالية دي انا مش عايز اذكرها لان ده لسه هيتعرض على مجلس الادارة، لكن احنا بنختص القناة بالتفاصيل الدقيقة للموضوع، انها تبقى وفقا لسعر التجزئة، وفقا لسعر الجملة وليس التجزئة. يعني كان دايما العقود السابقه انك بتاخد التوريدات دي بقيمه سعريه اعلى او نفس القيمه اللي بتتباع لجمهور النادي الاهلي، فده تقريبا بتتكلم من قيمه 50% اضافيه للقيمه اللي انت كانت بتتورد لك قبل كده. ده واحده من النقاط المهمه. النقاط الثانيه ان احنا خدنا معدلات خصم كبيره جدا لجميع الفرق الرياضيه ايضا من قيمه سعر الجمله وليس من سعر التجزئه، يعني بتاخد نسب مئويه مش عايز برضه اقول تفاصيلها نخليها لاحقا شويه. عملنا بقى حاجه كانت مهمه جدا وكان مجلس الاداره دايما والكابتن محمود الخطيب كانوا بياكدوا عليها، هو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي سوف يحصلوا على 15% نسبه خصم من مشترياتهم في اي منفذ توزيع بيعرض العلامه التجاريه للنادي الاهلي. يعني الشركه المتعاقد عليها شركه امبرو كل ملابسها اعضاء النادي اليوم 15% في الشراء منها من اي منفذ توزيع بيبيع منتجات شركه امبرو. خلي بال حضرتك هم متعاقدين مع 17 ليهم مالكين ل 17 مركز توزيع اللي هي انترسبورت. انترسبورت دي حضرتك موجوده في القاهره واسكندريه 17 منفذ توزيع يوزعوا مجموعه لعلامات تجاريه اخرى هياخدوا كمان ال 15% اللي هم اعضاء النادي الاهلي. اي حد بيحمل البطاقه بتاعه النادي الاهلي كارنيه العضويه هياخد ده كمان المشروعات المستقبليه اللي هيعملها النادي الاهلي في المستقبل وبيصدر عنها بطاقات زي مثلا بطاقه المشجعين او بطاقه اي مشروع تجاري احنا هنعمله بعد كده بيحصل على نفس المميزات ال 15% من اي مشتريات لاي علامه تجاريه داخل هذا المنفذ بتاع التوزيع. وبالتالي اعتقد النهارده يعني كان واحد من العقود المهمه اللي بتعزز مدى ثقة السوق العالمي وليس المصري
انا بتكلم على سوق عالمي وعلامه تجاريه، وده كان احد الاهداف الاستراتيجيه لمجلس الاداره في برنامجه الانتخابي، ان احنا عايزين ننتقل من علامه النادي الاهلي علامه تجاريه عالميه. وده كان النهارده كنا بنعزز هذا الهدف الاستراتيجي للنادي الاهلي، ان احنا بنتفاوض مع شركه عالميه رائده في هذا المجال، بنخش السوق العالمي بقوه. الشركه كان عندها اصرار على الرغم من بعض المفاجات اللي الناس برضه عشان تبقى واثقه في النادي الاهلي ومكانته وقيمته. الشركه دي متعاقده مع ناديين في تونس من اكبر الانديه في تونس والصفاقسي على ما اتذكر، لكنها كانت بتقول ان النادي الاهلي هو المدخل الحقيقي للقاره الافريقيه والشرق الاوسط. عشان نتوسع في السوقين دول لازم يبقى النادي الاهلي موجود، فكانوا حريصين في الحقيقه ان هم يبقوا موجودين معانا. طيب انا عرفت يا دكتور، اتفضل. برضه في حاجه مهمه، العلامه التجاريه بتاعت النادي الاهلي اللي هي الاهلي اف سي دي، حضرتك احنا بنقوم بعمليه تطوير ليها وعندنا دراسه كامله لتطويرها ورفع قيمتها السوقيه ايضا، فمش هنسيبها. عشان البعض قد يتخيل ان النادي الاهلي تنازل عن علامه تجاريه والعلامه التجاريه دي مسجله وتعتبر واحده من الاصول بتاعت النادي الاهلي، لا، احنا برضه بنطمن الجمهور ان العلامه موجوده وبيتم تطويرها وسوف يكون لها منتجات في القريب العاجل داخل السوق المصري. تمام. هذا العقد الجديد مع أمبرو مقارنته بالعقد السابق مع شركة الملابس اللي خرجت، أنا عارف أنه في امتيازات كتيرة وإضافات كتيرة، حضرتك الحقيقة بذلت مجهود علمي رائع في أنك أنت تتوصل لها من خلال هذه المزايدة، يا ريت الناس تعرف إيه الفرق بين العقدين من ناحية عوائد النادي الأهلي فيه. مرة ثانية هأكد على حاجة مهمة جدا، أن النادي الأهلي زي ما تعودنا دايما فيه النادي الأهلي واحدة واحدة. أنا قلت الأهم المميزات، قلت إن العلامة التجارية دي بتشتغل في 100 دولة. خلي بال حضرتك من اللي أنا قلته وسادة المشاهدين، بتشتغل في 100 دولة. فعندي علامة تجارية متواصلة مع 100 سوق عالمي، 100 سوق عالمي. سانتوس البرازيلي على سبيل المثال بيرتدي هذه العلامة التجارية. سانتوس البرازيلي واحد من كبارات الأندية طبعًا، حضرتك أكيد كل الجمهور بتاعنا عارفه ببلي لما لعب في النادي الأهلي. اثنين، مهم جدا ان حضرتك اهم فرق وفرق جوهري مهم جدا، ان انا عندي 130 نادي منهم في الثلاث دوريات الكبيره الاسبانيه والالمانيه والانجليزيه بيرتدوا هذه العلامه التجاريه، وبالتالي الكتالوج السنوي اللي بيصدر عن الشركه اللي فيه 130 نادي من كبريات الدوريات العالميه بيحط الاهلي فيها، ده مكسب كبير جدا. الحاجه الثانيه اللي انا قلت لحضرتك، فيه 15% لكل اعضاء لكل اعضاء النادي الاهلي اللي يحملوا بطاقه النادي الاهلي، اعتقد ان دي مميزات لم تكن اصلا موجوده داخل السوق المصري موجوده. كمان نسب الخصم اللي احنا اخذناها من سعر البيع بالجمله وليس سعر البيع بالتجزئه، ده مهم جدا حضرتك. انت النهارده بتتكلم رينج الجمله من التجزئه تقريبا بتوفر 40% وتاخد نسب فوق منهم كمان. انا مش عايز افصح عن النسبه المئويه لان ده يعد سر من اسرار العقد، واحنا دايما ملتزمين بتعاقداتنا مع الشركاء بتوع النادي الاهلي. فدي اعتقد مجموعه من المميزات اللي لم تكن موجوده داخل السوق المصري على الاطلاق في كل التعاقدات بهذا الشان. يعني رب ضاره نافعه. والله ان كل يوم عن يوم، يمكن احنا كنا مع الاستاذ ابراهيم في مداخله قبل كده، وكان الاستاذ ابراهيم بياكد، وكان حد من الجمهور الكريم بيقول انت عايزين نشوف منافذ التوزيع للنادي الاهلي موجوده بالزبط. في كل مكان. بنقول لحضرتك احنا بمجرد توقيع العقد سوف يكون تيشيرت النادي الاهلي موجود في 17 مركز توزيع، مش بس 17 مركز توزيع، ده ال 17 مركز توزيع دولت متخصصين في بيع الماركات الرياضية العالمية، فأنت كمان حضرتك بالإضافة لكده أنت موجود في وسط البراندات العالمية كلها، هذا بالإضافة أنها موجودة في كبريات المولات التجارية داخل جمهورية مصر العربية، فأعتقد أن ده بينقل قيمة النادي الأهلي كمان في مكانة تانية خالص، وسيظل الأهلي إن شاء الله بإذن الله هو الأعلى في القارة الأفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية بتاعته. وأعتقد كل الأرقام اللي احنا بنشوفها إن شاء الله بتأكد الكلام ده وبتعززه وبتأكد على ان النادي الاهلي رايح في مسار تاني خالص وبيخوض دايما كل التجارب التسويقيه الجديده، هو النادي الاهلي اللي بيعملها. تمام. وانا يعني واثق ومطمئن لوجود ناس متخصصه واصحاب خبره زي سعادتك، والنادي الاهلي اللي بيدي العيش لخبازه بتكون النتيجه كده تملي. شاكرين جدا ليك يا دكتور، وتمنياتي بالتوفيق. دكتور سعد، أخيرا
العقود السابقة تم حسمها قانونا ولا لسه الأمر محل دراسة قانونية؟ الأمور الثابتة، الأمور العقود السابقة كلها يعني أطمن حضرتك إن تم هي محسومة قانونيا منذ البداية، لأن النادي الأهلي من هو بيعمل العقد من اليوم الأولاني بيبقى عارف إيه التحديات القانونية اللي كانت ممكن تقابلنا في المستقبل مع أي حد بالزبط. كان بيخش معنا في شراكة وبالتالي إحنا دايما حريصين من أول يوم في أي شركة مع، يعني النهاردة حتى في العقود بتاعتنا كان في حاجة الشركة بتتكلم فيها وقلنا لهم لا احنا حريصين ان احنا نبقى شركة وتستمر علاقتنا بنجاح، مش الاربع سنين دول، بنبص كمان للاربع سنين اللي جايين. فالعقود السابقه كلها جامعها بقول لحضرتك الدراسه القانونيه من يوم توقيعها 100% حريصه على حقوق النادي الاهلي بنسبه 100% ان شاء الله. وحقوق الرعايه لسه برضو الامر محل تلقي عروض كتيره مش كده؟ مجلس الإدارة عنده دراسات شاملة لكل الاحتمالات والسيناريوهات اللي هتتم في عقد الرعاية، بنشوف أفضل الاحتمالات اللي تتوافق مع النادي الأهلي وتتوافق مع طبيعة السوق اللي احنا بنشتغل فيه، وبرضه هيبقى عندنا إن شاء الله مجلس الإدارة الموقر هيبقى بياخد قرار في القريب العاجل فيما يتعلق بعقود التجارية للنادي الأهلي في الفترة الجاية إن شاء الله. مبروك يا دكتور هذا العقد المهم جدا وهذا المجهود الرائع الحقيقه اللي بتقدر ويثمن مجهودك فيها يا دكتور. شكرا يا استاذ ابراهيم، شكرا يا كابتن عادل. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي خبير التسويق الرياضي والمستشار، مستشار التسويق للنادي الاهلي.